اه مش مهندس، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ مهندس مصطفى علي بتاع صافي لو نفسك تخس. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ والله انا ربنا يخليك يا باشمهندس، انا بشكر حضرتك جدا. انا متابع معاكم على الصفحه بقالي 4 شهور. وزني وزني كان 180 كيلو، وبعد 4 شهور 180 كيلو برضه. ايه؟ لا ده انا ملتزم، ملتزم يا باشمهندس من حديد، ملتزم من حديد، كل حاجه باكلها مظبوط. ايه؟ لا والله يا باشمهندس ده يعني معلش يا باشمهندس، الحاجة عمالة بتكلمني، ثواني بس يا باشمهندس، لحظة يا باشمهندس. ألو أه حاج إزيك؟ ثواني يا باشمهندس بس خليك معايا معلش، ثواني ثواني معلش. ألو أه يا حاج، إزيك يا حاج عامل إيه؟ أه الفطار، بصي اعملي لي 4 شاورما كايزر ماشي، وعند الزبادي لايت ماشي يا ماما. اه شاورما كايزر وعلبة زبادي لايت ماشي. السلام عليكم. اه يا باشمهندس، اه انت سمعتنا بطل الفطار. اه شفت يا باشمهندس انا ملتزم ازاي. آه لا 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 شاورما كايزر، انا بقول لها عايز شاحن نوكيا سن رفيع. اه في لسه تليفونات نوكيا، امال ايه؟ اه يا باشمهندس انا ده انا ملتزم يعني، انا يا باشمهندس كل حاجه باكلها دايت وكل حاجه الحمد لله. اسعد الله صباحكم بكل خير، اسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الامل مش الالم. الالم لما انت بجد هتبقى في هذا الوضع، لكن الامل لما تخلص من هذا الوضع. صباح الامل مع اشراقه شمس يوم جديده. طبعا معلش على الازعاج اللي احنا عملناه في الاول، لكن انا كنت عايز ابين لكم او عايز اوصل لكم رساله ان في ناس بتشتغل نفسها، في ناس فاكره ان الدايت ان هو ياكل اكل الدايت ومعاه سندوتشين طعميه واتنين بطاطس وواحد بابا غنوج، وان يتغدى الربع فرخه مسلوقه والسلطه الخضراء و الفته واللحمه والكرشه والممبار، تمام؟ هو فاكر ان اكل الدايت ده هو اللي هيخسسه، مش مشكله ياكل معاه اي اكل، بس المهم ان هو ياكل اكل الدايت. اهم حاجه يكون ضميره مرتاح، اهم حاجه ان هو يبقى مبسوط من جواه. طبعا ده اللي ممكن يضيع وقت كبير جدا جدا ويقعد يقول لك انا ملتزم والتزامي من حديد. هو ملتزم فعلا وبياكل الاكل بتاع النظام فعلا، بس بياكل معاه اكله العادي. عشان كده رسالة النهاردة بقول لك التزم بجد هتلاقي نتيجة بجد، اجتهد بجد هتلاقي نتيجة اجتهادك ده باينة على جسمك. وصدقني هنا ما عندناش أي كوسة في الموضوع، لا عندنا كوسة في الأكل، لكن قصدي إن الجسم مش هيكذب عليك، يعني مش هتعمل دايت مثلا 4 شهور وأنت يعني الدنيا معاك زي الفل وتلاقي الموضوع ما نزلتش. يعني لو انت سليم صحيا وما عندكش اي مشاكل تعوق نزول الوزن هتخس، الجسم مش هيضحك عليك، لا الجسم هيتعامل معاك بجد. بذلت مجهود واجتهدت واخلصت النية وظبطت الدنيا، كل حاجة هتتظبط عندك. لكن ان انت تضحك على نفسك، ان انت تضحك على نفسك وتحط الشوكولاتة في جيبك وتاكل من في الدره او في الضلمه علشان خاطر ما لا جسمك هيشوفك، لان هو يعني ذكي فوق ما انت تتخيل. عشان كده رساله النهارده لكل واحد التزم علشان خاطر تحقق نتيجتك، وما تضحكش على الناس اللي بتساعدك وتقول لهم ان انت ملتزم وفي الاخر تطلع ان انت مش ملتزم. وسلموني على الحاج، اسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.